السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو النهاردة إن شاء الله سنة تانية ثانوي. إحنا كنا خلصنا مع بعض الجزء التاني في الكلمات والقواعد في الوحدة الأولى، فإن شاء الله النهاردة هنحل عليه شوية جمل. ما ننساش طبعا نعمل لايك للفيديو، وأي حد عنده أي تعليق يكتبه لي أسفل الفيديو. يلا بينا مع بعض نروح نشوف الجمل اللي على الوحدة الأولى الجزء التاني. نمبر 1، The heart is the most important space in our bodies. طبعا هنا عندي سيل وعندي اورجان. القلب ده يا شباب هو عبارة عن ايه؟ عضو، كلمة اورجان. وقلنا ساعتها في فرق بين الاورجان والممبر. ممبر يعني عضو في الجماعة او فرد من افراد مثلا الاسرة. I admired احمد زكي for his fantastic space in the innocent movie. طبعا لو احنا جينا بصينا هنا ده اسم الفيلم، يبقى انا حبيت ايه؟ الشيء الرائع طبعا الشخصيه بتاعته، لان احنا عارفين يا شباب ان الشخصيه هي الشخصيه في بلاي، في مسرحيه او في موفي فيلم. نمبر 3، after 20 minutes of space his heart started to beat again. كلمه بيت يعني يدق مره ثانيه، بدا قلبه يدق مره ثانيه. طبعا عارف على طول كده من غير ما نفكر اللي هي السي بي ار اللي احنا قلنا عليها في قلب الوحدة بتاعتنا. فوكس اون، فوكس اون يعني التركيز على هير سبيس، او ركز على when she hears احمد's name she loves him. لما سمعت اسم الولد احمد يبقى ركز على ايه؟ طبعا هنا يا شباب ما دام هركز على يبقى عايز نون، ركز على الرياكشن، لان طبعا رياكت ذا فيرب. شكسبير سبيس هاف بين فيري انفلوينشال. انفلوينشال اللي هو في له تاثير يعني. مليونز اوف بيبل هاف بين او بين الاثنين صح ريدنج ذيم. يبقى شكسبيرز بلايز اللي هي الايه؟ بلايز اللي هو المسرحيات بتاعته. سم بيبل اجري تو دونيت سم اوف ذير سبيس وين زي داي، لما بيموتوا بعض الناس بيعملوا ايه؟ دونيت بيتبرعوا بيه. بيتبرعوا بايه طبعا؟ باينة جدا بالاورجانز، بالاعضاء بتاعته. She got a nasty throat. throat اللي هو الحلق يعني. طبعا space which mean بيازا يعني she couldn't sing. هي مش قادرة تغني. يبقى هي عندها ايه؟ infection، عدوى. في عندها التهاب في الحلق. طبعا reflection ده انعكاس. The band space very well and won the respect of the audience. Audience اللي هم المشاهدين أو المتفرجين. يبقى the band performed very well. ليه بقى يا شباب؟ طبعا very well هنا بطريقة جيدة. طبعا ده عبارة عن adverb، يبقى عايزه هنا verb. هنا perform اللي هو يؤدي يعني يعزف. وطبعا الكلمة دي قديمة جدا من زمان. Call the police in case of يعني اتصل بالبوليس في حالة الايه؟ طبعا باينة جدا ومعروفة وقريناها في قلب القطعة، في حالة الامرجنسي، الحالة الطارئة. طبعا كل ده حفظ كلمات. immune ايه على طول؟ يبقى his immune system اللي هو نظام المناعة او جهاز المناعة بتاعه is not strong so he gets infections طبعا بيتعدي بسرعة from time to time او بيصاب بالعدوى. A space is a disease هو مرض that affects a particular part of your body من الجسم بتاعك and is caused by bacteria or virus. طبعا هنا يا شباب عايز النون، يبقى العدوى هو عبارة عن disease مرض، يبقى ناخد هنا النون. How did she space to your idea? She willingly agreed. هي وافقت طبعا. يبقى ازاي هي عايز هنا ما دام في ديد يا شباب يبقى عايز هنا فيرب في الانفينيتيف. يبقى هاو ديد شي رياكت، ازاي هي عملت رد فعل او كان رد فعلها ايه؟ And new drug is being developed to combat the space of coronavirus علشان نواجه بيها الكورونا فيروس. طبعا يبقى a new drug يعني في عقار جديد اتعمل او بيطور ليه؟ تكون بس ايه؟ اوف كورونا فيروس. يبقى انفكشن اوف كورونا فيروس، عدوى كورونا فيروس.
دراج سماجلرز اللي هم مهربين بتوع المخدرات كان اكسبكت سبيس بانشمنت، بانشمنت اللي هو العقاب، يبقى المفروض يكون لهم عقاب ايه؟ سيفير، يعني عقاب صارم. The storm caused space damage، يبقى العاصفة سببت ايه؟ damage. طبعا ما دام برضه العاصفة يبقى عملت سيفير damage. A space is a very small living thing، طبعا كده اتفهمت هي كائن حي بسيط جدا. That causes infectious illness، بيسبب أمراض معدية، طبعا الفيروس سوري. خلي بالنا يا شباب من الايه الحروف. نمبر 17، there are many space for dealing with your students educational difficulties، صعوبات التعلم طبعا. يبقى there are many، طبعا ديت معروفه على طول، يبقى لازم يكون في ايه تكنيك، يبقى تكنيكس. is a way of doing something with a skill، برضه هي اللي هي كلمه تكنيك، هي طريقه بفعل بيها الايه الشيء. Space means to do something because something else has been done. طبعا الكلام ده كله احنا شرحناه في المذكره في الفيديو اللي فات. يبقى هنا الرياكت، الرياكت اللي هو رد الايه؟ الفعل، تعمل رد فعل. نفس الكلام برضو، we need to perform it to help her start breathing again. طبعا ما دام هتعمل عمليه التنفس اللي هو الصناعي يبقى سي بي ار. دكتورز اللي هم الدكاتره must space quickly to help patients in case of emergency، يبقى المفروض يكون عندهم رد فعل بسرعه، يا must react، يجب ان يكون لهم رد فعل سريع. A space او a او an يعني is a part of your body that performs a job، هو جزء في الجسم بيؤدي وظيفه. على سبيل المثال the brain or heart، طبعا ده بنسميه على طول يا شباب قلناها 100 مره، الاورجان او العضو. Space is the smallest separate part of a plant or animal، هي حاجة مستقلة وصغيرة جدا. طبعا السيل اللي هي الخلية، وقلنا سيل يعني زنزانة، ولها كذا معنى موجودة عندك في الفيديو اللي فات. Space means to help someone or something to improve or get better، انه يتحسن. طبعا دي اتخدناها برضو عندك في قلب الكلمات والمعاني بتاعتها، اللي هي كلمة boost بي او او، يدعم او يعزز. people with poor immune، لسه قايلينها، يبقى immune ايه system get ill، بيمرضوا بسرعه more often. a space او an طبعا is one of the main parts into which a stage play is divided، طبعا اللي هو الاكت، الاكت ده بيبقى جزء من او من الاجزاء الرئيسيه اللي موجوده في المسرحيات. space is the smallest part of a living thing، هي أصغر وحدة موجودة في الكائن الحي. that can live independently، بتعيش على نحو مستقل. طبعا برضه قلنا عليها اللي هي الإيه؟ السل، ودي هتلاقيها موجودة عندك برضه في الفيديو اللي فات. space is an unexpected and dangerous situation، هو موقف خطير غير متوقع. that must be dealt with immediately، لازم إيه؟ تتعامل معاه في الحال. طبعا كده وضحت خلاص، ما دام هتتعامل معاه في الحال تبقى emergency، حالة طارئة. there are various متعدد space for dealing with industrial pollution، اللي هو التلوث الصناعي. طبعا لسه لنا فوق، يبقى في تكنيك معين احنا بنستخدمه علشان التلوث. space to increase or improve something and make it more successful، عشان تخلي الحاجة متحسنة وأكثر نجاحا. طبعا على طول برضه نفس كلمة ايه boost، اللي هي يدعم أو يعزز الشيء، يبقى أنا كده بخليه أحسن أو أفضل. بكده طبعا نكون عملنا شويه جمل او حلينا شويه جمل على الكلمات اللي هو بتاع الحصه اللي فاتت. ربنا يسهل لو لقيت لكم بقى ان شاء الله تيست برضو كده على الوحده ككل، هجيبه لكم برضو ان شاء الله ونحله مع بعض، الا اذا ربنا سهل ويكون الكتاب نزل ونبدا نشتغل من الكتاب. يا رب يكون المحتوى عجبكم، ولو اي حد عنده اي استفسار يكتبه لي في قلب كومنت اسفل الفيديو وانا هرد عليه. وما ننساش طبعا يا شباب اللايك علشان ندعم القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.